السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباحكم خير ونور وسرور من قاهرة الأناسة والفرح والسرور. صباحكم الصباحي والورد والملاحي. إيه والله مرحبا مرحبا، هذا حد يايقنا. أقولكم رقدة القاهرة خفيفة، يوم بترقد تصبح الصبح كأنك حصان، كأنك حصان بخير وسهال ولا تشكو من باس. نعم، أصبحنا اليوم صباحنا صباح مميز وفنان وفي قاهرة المعز. نعم، في قاهرة المعز ومصبحين بخير وسهال، واستانسنا البارحة وضحت السوالف. ما سرنا مكان مميز ولا مكان بعيد، إلا دونك دونك مكان بعيد ما سرنا إلا في القرب. انبسطنا والله ويا الجماعة. عاد الله يحفظكم، تريا محمديني، محمد في الدور 20 وأنا في الدور 9، وإن شاء الله نبنسيب نتريق هذا مطعم الزيتون اللي خبرتكم عنه اللي عندنا في الفندق. هذا أحسن مكان، عارف زين ما زين وضاري عليه وايد فنان. أمس سألت عن مستوى قالوا هو هذا الوحيد اللي كان وما زال محافظ على جودته، محافظ على الجودة يعني، كان وما زال تبارك الرحمن وايد زين، من المطاعم المميزة بالأخص للريو يعني. الحمد لله أمورنا طيبة، بنصور بنسولف وبنرمس بنشوف المستجدات، مستجدات بنوافيكم. هذا تشوفون الساحل هذا البر هذا، هذا بهني لين نهاية البناية اللي ظهر في التلفزيون دوق البيضة اللي أساسنا وزارة الخارجية أو وزارة الإعلام والله ما أعرف شو، كلها بوي فنادق على اليمين مخوطينهن كلهن شيء طبيعي يعني. وإن شاء الله إن اليوم بنصور نمشي يعني على الساحل هذا، وكل من شفت لو بدخلت فيه، كل من شفت قهوة يلس فيها، راعي أصاب، راعي شرق، راعي غرب، والدنيا مطر. هذه مصر، مصر ما بالله كبريهات ونقيز وربيع لا، مصر تحبها بتجيبها النمونة يعني. اللي يحب مصر يحب حواريها وخناخيشها ديسكوات. أنا ما صرت ديسكوات في أوروبا ولا صرت النايت كلاب في بلاد النايت كلاب. مصر مصر الأول صرت، ما أقول ما صرت، صرت لا والله صرت ونانيت وشرقت وغربت، بس عاد علي السنين الأولية عاد الثمانينات والتسعينات. لا حول لا حول، ما خلينا شيء ما سوينا، لكن الحمد لله رب العالمين على العفو والعافية تكينا من هاي القرقعان والصدع والدياح. نرقد من الوقت ونصبح الصبح ابوي ننطح ليبال. بس عاد عليك بنرمس خلاف الويه مجشعر اليوم، حتى ما يتشاهد اصوره، ما بمال تصوير الويه اليوم مره، ما بمال تصوير. شو بسوي؟ شيء طبيعي الحين في اللوبي اللي في الدور الثالث. تريا محمد يجي جايب، مش جايب نسى مفتاحه ساري بمحجرتي، وتريح هني بنتريق قاعد في مطعم زيتون اللي خبرتكم عنه. إن شاء الله مطعم زيتون يكون في الدور الثالث. هذا مطعم هني ما يسمون هذا شيء مطعم، ها كل المطاعم، لكن اللي حق ريوق هذا الحين بنصوركم يا من الآخر. مطعم جميل يعني، وهذا أنا من عقب ما يلقت الوي وغدها النمونة بتصوره إلا من الصبح. والله يا أبوكم يعني يزيغ عقله ما يزيغ عقله، غير نمونة الله بالمستعان. الحمد لله شو بسوي، يدار يدار يا غير ما بمصلوح. الحين أصبحنا الصبح وصلحنا ليدار، صلاح ليدار ليدار الله يسلك الأول. يقولون فلان فلان مقصر ما عنده بيزات، بنا يا غير ما عنده يصلح ليدار، يصلح ليدار صلاح. أول شيء تنبني القواعد، يستوى ليدار، عقب الإدارة يسوى البلستر، وفوق البلستر ينحط الصلاح اللي هي الروبة. إن كانت تحت في الأرض سموها روبة، وإن كانت على الإدارة سموها أصلح، صلحوا الإدارة يعني. من عقب البلستر حطوا له الصلاح، وعقب الصلح حطوا له الله يحفظكم اللي هو المعجون، وخلاف صبغوه، حطوا له معجون غاطين ثلاثة وخلاف عاد صبغوه. هنا الأول لادمي يوم بيبني، حتى لين اليوم حد من العرب يبني شيء ويخلي شيء، يبني شيء ويخلي شيء لين يصير ويخلص. شرات الفراش، الفراش بعد نفس الشيء،
اللي بيجي بيفرش بيته ما يروم يفرش مرة واحدة، يفرش على دفعات، اليوم فرش هذا بكرة هذا، على التساهيل. الله أسع على الإنسان يكون يروم يكمل. فلادمي الأول يوم يحيدونه بني دار، الله يعينه على 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 البلستر، وعقب على الصلاح يصلح الدار، وعقب على صبغة، عقب يمدون الكهرباء. يعني الأول بهالطريقة ماشي، مثل الحين اللهم لك الحمد الحكومة من تظهر لك، يظهر لك، تظهر لك الأرض، أدبغوك بدبغة ملايين. قم والله بن زيتون اللي خبرتكم عنه، هذا أول ماتي إنك هذا مكسرات وما مكسرات، وقوم فواكه. زيتون من الأماكن اللي أنا أجي أكثر من أكثر من 18 سنين. أشياء وايد جميلة الأشياء اللي عندهم، ناهيك عن المطبخ هذا المصري اللي هو غني بكل المعنى، أشياءهم كلها زينة. عندهم فول وفلافل وطعمية وحلويات والبساكيت والخبز بنواع والكيك بنواع، الدنيا كلها فيه. وموجود بعد محمد موجود الله يحفظه. كل شيء فنان، ما كنا مصورين قبل مدة يعني، بس يعني ما يبى تصوير كل دقيقة. موقع في الدور الثالث في فندق الفور سيزن اللي في القاهرة. نعم. لا كفاية بيض، أنا حطيت بيض وبسطرمة وفلفل حار ومشروم، وآخر شيء عاد على وجه الجبن هذا الأومليت مالي. محمد طلبنا شراتية غير ما يبى فيها فلفل، غير عندهم اللي تبغى أسوي فيها، بغيت من هذا وبغيت من هذا، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. تصوير لازم تخبرني أنت منو؟ محمد صلاح المري. والله من هالوين محمد؟ ها؟ وين ساكنين؟ ما بس حق يوم واحد. إحنا من دبي. والله من وين ساكنين في دبي؟ جميرة. ما شاء الله. مبسوطين في مصر؟ إيه. تاجين قبل؟ بنكوك. متى العام؟ كنت تروي صلاح صح؟ إيه. وأنت تحب صلاح ولا شو موضوعك بالضبط؟ أحب حصلناك. لكن تحب صلاح ولا لا؟ هي. حتى هو يحبك. هذا هو الفول زاهد، ما قصر الرجال الفنان هذا البطل، حط لنا ابوي الطعميه والفول والخبز حطه على الضوء. شكرا شكرا يا عسل، بارك الله فيك. واحد عليه فلفل، واحد عليه فلفل، هذا حار تو ما بارد. يا سلام يا سلام. بارك الله فيك، شكرا. ريوقنا بويك ما كل نمونه، الفول والفلافل والبيض بسطرمه والبيض العادي والعلوي اللي من المشواي والفطر وبيض الطماط من هناك ما يسمونه هذا، وهذا مكسرات وما ادري شو وياه، اوكي، ويعني والخبز الحاري فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم الحمد والشكر. الاكولات وايد ما شيء اكثر عنها، الاكل يميع مليون نوع، لكن نحن تهلعنا على هذا، وهذا اللي يميز زيتون. هاي الطريقة الأولية مالتي مال الفول اللي ابتكرتها في فندق الفور سيزن. الفول لقمة لقمة وقرمة. إن كلت تجلس تغمس الفول بالخبزة بتمزر بطنك عير هيك، هاي المقولة قاعدينها من 1600 ولي. فتاكل صحن كامل، صحن كامل خلصه الفول، والفول قيمه غذائيه من اروع ما يكون، كانك البروتين اللي فيه كانك ماكل ورش حوار. هذا اولا. ثانيا الفول اللي يوجد في الفور سيزن استحاله انك انت تلقطه في اي مكان في مصر كلها، مستحيل تلقطه، فقط يوجد في الفور سيزن، فلذلك تلقط المكان يعيب اللوادم. هل بالفندق كلهم من يجون لازم يأكلون فول اللي في الفور سيزن؟ الفور سيزن فندق مميز وجميل فنان، يعني أنا يعيبني حد من العرب يقول والله ما في قرقعة، هي نعم ما في قرقعة، أنا ما أحب القرقعة. القرقعة فندق له مكان وهيبته ومكان يعني فنان، يعني ما بكل من هب وذهب يسكن، يسكن الإنسان اللي بالهدوء اللي بالراحة، اللي بتصير مصر كلها قرقعة. يوم بترد
مكنبك بتحط راسك بترقد، ما تبى ازعاج، ما تبى صوت الهرنات، ما تبى صوت الازعاج، ما تبى كل دقيقه حد قرقع عليك الباب شو تبى شو ما تبى. هذا اللي يميزه. الحين خبركم طريقة اللي حق الفلافل. هاي خبزة واحدة ما شي غيرها، لازم الفرق هذا ها يتذرذر منه الطحين اللي فوق هذا، هاي يسمونها ردة، فلازم يتحت منه شويونة الطحين حاف، فلازم ها يتبطل، متبطل القرص، تحشي فيه عدد هنتين فلافل بالضبط ها، وتهرسن هالنمونة وترد تفتحهن وتفتح وترد تحط نص القرص اللي انت موصي عليه اللي هو بيض وبسطرم وجبن وكل ما شافت عينك هناك ها، وترد ويازم بوي سندويش وروحك مسوينه من خدمة يديك والدنيا مطرجة. بارك الله فيكم. فطير المشلتت، فطير مع الحلاوة اللي هو الرهش زين، فطير مشلتت وهذا وهاي القشطة مالت القشطة البلدي المصرية، أحسن قشطة مصرية بتلقطها موجودة عند في الفور سيزن، ما بتلقطها في أي مكان مستحيل. شكرا يا عسل، مستحيل تلقطها القشطة البلدي اللي بيور على بطنها وظهرها إلا في الفور سيزن. في اللي بي الفور سيزن ما بياكل فطير يسمونه فطير مع عسل، لكن العسل ترى عسل مال ملاس مال شرات الدبس يعني شيء بلدي، لكن هذا يشيخ هو على العسل مال القصب يسمونه عسل أسمر. والقشطة هذه القشطة اللي ماشي شراتها قشطة في الدنيا العودة، لا تقول ما حد قالكم، يعني إهداء من دار بني شعب لين قاهرة المعز مصر من الدنيا، إهداء من الشاعر الحبيب العزيز بوذياب سيف بن محمد الكعبي بوذياب. بنحط لكم الشلات الجديدة هذه، والتسجيل هذا توي جديد، وقال لي أبو محمد بيوزل كنت ما يصلح لك للشيء الجديد القديم المطور رزفة جديدة، لكن القصيد من القصيد الأولي وهو يحبني أحب الشيء الفنان. والتفاح سران الليل والعباد
يا ما قطرنا من عينك نقولي والتين والزيتون والتفاح شراني ليلي والعباد قولي أبكي على وقت تقضى وراح يا ما قطرنا من عينك نقولي والتين والزيتون والتفاح ارتاح لضية رسيل اللودي جايب عبر نصوبهم فواح ارتاح الى بيت غسيم النودي يا يم عطرهم خوفهم فواح ارتاح الى بيت غسيم النودي جايب عطر من صوبهم فواح ارتاح الى بيت غسيم النودي يا يم عطرهم خوفهم فواح ارتاح شوف ارمش يا رامش ارمش سراني ليلي والعباد رقودي وابكي على وقت تلقى الضراح سراني ليلي والعباد رقودي وابكي على وقت تلقى الضراح سراني ليلي والعباد رقودي وابكي على وقت تلقى الضراح سراني ليلي والعباد رقودي وابكي على وقت تلقى الضراح سراني ليلي والعباد رقودي وابكي على وقت تلقى الضراح سراني ليلي والعباد رقودي وابكي على وقت تلقى الضراح يا ما قطعنا يا ما قطرنا العنب نقولي والتين والزيتون والتفاح يا ما قطعنا من العنب نقولي والتين والزيتون والتفاح يا ما قطرنا من العنب نقول هل ولا مرتاح ما حد يرم علتي ومقصودي والبن الامل والولى مفتاح ارتاح لي بيد رسيم النودي جايب عطر منصوبهم ضواح ما حد يرم علتي ومقصودي والبن الامل والولى مفتاح ما رمى فضي على العباد سدودي والمشكله مسدله من البحر ما روم فضي على العباد سدودي والمشكلة مسدين بالضاح ما روم فضي على العباد سدودي والمشكلة مسدين بالضاح ما روم فضي على العباد سدودي والمشكلة مسدين بالضاح ما روم فضي على العباد سدودي والمشكلة مسد لي من باح بيني وبينه من زمان عودي على الوفا وتعاهد الأرواح بيني وبينه من زمان عودي على يا ليت يلوي من يوم مدودي والهم عني الهوي ينزاح يا بن حمد ما زاد في زودي وابكي عليهم صبح ومروح يا بن حمد يا بن حمد ما زاد في زودي وابكي عليهم صبح ومروح يا بن حمد ما زاد في زودي وابكي عليهم صبح ومروح يا بن
الحمد ما زاد بي زودي وابكي عليهم صبح ومرواح اللي شفتوها الحين الابداع ابداع بني شعب هذا الله يحفظكم من قصيد الشاعر المميز سيف بن محمد بوذياب سيف بن محمد الكعبي شاعر قديم والشلات القديمه والتراث الاصلي القديم الاولي اللي على بطن وظهره ما داخلته الموسيقى ما داخلته الموسيقى والايقاعات الحديثه الشله الاصليه هذه هي الأصلية وهذا القصيد الفنان اللي يسلم على الشب هي نعم هذا حين أروح أطرش لي كان قال لي أبو محمد ترى هذا قصيدي أنا هذا قصيد الشاعر روحه قصيد الشاعر سيف بن محمد بوذياب الكعبي نعم قصيدة روحه شاعر مخضرم معروف يشار له بالبنان شكرا على هالهداء وشكرا على هالشيء المميز يا ابو ذياب على الله يحفظك ينعى والقصيد القصيد من القصيد الجديد الحين جديد لنق القصيد هذا بعده ابوي فراسه الشاعر حبا ما طحن ينعى بعد ابوي الرجال ابوي قلبه خضر قلبه خضر انت ريته شاعر ما يتم قلبه خضر دبت حياته ولا ما استوى خالد شاعر كيف بغادي شاعر هو لو ما بقلبه خضر والله ما بيغادي شاعر هاك اللي يتهردم متهردم ومنكس هذا يسمونه ما وراه الحقه خلاص هذا لو فيه مز وغزل وفيه طعم يدوي لكن هابوي شاعرنا نحن بوذياب الله يحفظه ما شاء الله قلبه خضر فهالقصيد من القصيد الجديد يا غير الشله والاداء من الشلات القديمه طريقه الشله الاصليه اللي ما داخلها لا ايقاع ولا موسيقى الطريقه الاصليه القديمه يا غير القصيد قصيد جديد تو روح مأكد علي قال خالد تراك انت قلت ان الشلة هاي من الشلات الاولية هاي الطريقة الاولية وطريقة شل من الشلة الاولية غير الكلمات جديدة قلنا الفعالك طيب يا ابو ذياب الحين بنخبر الجمهور ان القصيد هذا قصيد جديد تو حينه تو طايح وتعرفون تعاد يوم القصيد جديد وتو طايح معناه تبوي الشاعر فراس ابوي حبه ما انطحن يا الله يحفظه شاعر طيب وخير انت لما تدخلون على اليوتيوب تلقطون القصيد من السبعينات قصيد من ايام بيت القصيد وفي التلفزيون كان له برنامج طويل ما ادري شو شعراء ما ادري والله شو اسمه لكن كان يذاع من دبي ومن ابو ظبي يحط تلفزيون دبي وتحطه قناه ابو ظبي تلفزيون ابو ظبي نعم أبوكم من تريكت حسيت بعمري فيه شرعت البيدة وأطيح لكم طيحة لين الحين على شبريتي خمت خمدة ومن هاج الساعة لين الحين هندوكم شو بلع عليكم أسم عندي يعني أبوك أسم عندي أنت موجود أنت شو جاي تسوي مش كنت نايم مش كنت نايم ها بتقرا ايه قران فكتك قران اشوف النور في الوجه يا ربي ما كذب او بكب له يا ربي يا الكذب يا بقرا قران يكرون عليك مينون ان شاء الله خربك الله ويا من كذب حتى على القران بتجرب خربك الله ما كذبك يا ربي ما فيكم حيله ما فيكم حيله ماشي علاج يا ابوكم ثري صارت صراط اوادم شفتوا اللي ما قد شاف عيشه هالنمونه لا عبت هاي الريجات والله اني ما اكلت يعني ويب كامله يعني من كل شوي شويونه 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 من كل شيء شويونه لكن الكم هائل عدد انواع الاكل يا ربي اسميني لعبت لعايبي الحمد لله جيت مره ما شيء متبايع ما سوى تف طادي مرة متهردم واطيح لكم طيح وارقد توني ناش
لقيت حول ساعة ساعة ونص لو ساعتين بعد. لا والله يا 11 وحين ساعة كم حينة؟ كم الساعة حينة؟ دلوقتي؟ ايه انتين ونص ساعتين ونص يمكن رقت. وليش ان شاء الله اللي يلغى هاي؟ بقى بس زيك عشان ما قد قهوة بعرف الحين انا بكبر ما احنا يمك مبزي عمرك انت هرب وحقينا ميوب ما بلك انت نفسي افتح لك الساعة حالك رحاية الشبيعة غير نموهمش انا مال مرابي الله انها روحة نمونا والله اللي فنانة وزينة المرأة الأمور طيبة وكل شيء زين والأخبار زينة وحين عاد والله شيء هني ناوي أسير أصورها ربي الجماعة وحين وبعد شوي متعايز ما براي مظهر متعايز يايس تلي اليلسة في هالمكان الفنان ها فوق أم الدنيا عبله فم الدنيا فوقها يا أبوكم أنا في مكان في مكان يا أبوك في مكان أنا في شقة شقة ناس عرب طيبة العرب الطيبة هاي أبوكم شقتهم طيبة شراتهم شوفوا الموقع هذا وعلى شو يطل شوفوا على شو يطل على جراند حياة وهذه كلها اللي خاري كلها بلكونة بلكونة هاي تسوى الدنيا كلها حين برويكم ياهم بس يلا صوركم البلكونة ما بصوركم الحجار وما ادري شو الأشياء هذه لكن هذا موقع لا صار قبله موقع ولا بعد موقع في الدنيا العودة يعني لا تقول لي الفيو مال فور سيزن وين حجرتي ولا وين دور الثلاثين اللي أمس حطوني لا هذا أبوي غطى وزاد وتخطى ووصل مرة آخر الدنيا وصل يا على فكرة الموقع حين الغرفة اللي أنا فيها هذا أسوأ منظر يعني على أساس يعني أن مرة هذا سيتي فيو هذه الجاردن سيتي هذه هي الجاردن سيتي شوف القصر شوف القصر هذي مشاهد لك هذا الله العالم منو قصره من هاي الأوليين شوف يوم تبي تشوف الجاردن سيتي وفللها من هالمكان اللي أنا فيه شيء لا صار ولا استوى شوف البيوت القديمة هاي بيوت البشوات قم ألي وألتيلو وملي وملتيلو يا عواز الفلفيلو هذا هو شوف الكنايس شوف البقع شوف الأماكن يا ربي يا ربي ها هاي المنطقة لكن ها هاي هذاك القصر العيني على فكرة هاي الماستر روم هاي الماستر روم هاي غرفة الملابس وهذا الحمام مال الماستر روم ترى جوتي ترى هذا بعد غير نمونه صر شو القصة شو العلم شو الخبر شو العلم شو الأخبار شو كل شيء بنبقى فيكم كل شيء ما بالحينه خلاف هاي تشوفونها كلها برندة وكل شيء بنصوره خلاف بالحينه يوم بيذهب الشيء كله يوم بيذهب الشيء كله ها هاي تشوفونها كلها صالة ها لكن بعدها يبالها ترتيب يا مال الجنة يا مال الجنة يا أبو خليفة يا الله يا رب أطول بعمر خليفة ومحمد والشيخ محمد الراشد بتحفظ إن شاء الله حكامنا وعيالهم وذريتهم وترحم إن شاء الله الأموات وتطرح البركة في الأحياء هذا المكان اللي تشوفونها هذا كله اخلاف بنسوي تصوير كامل تغطيه كامل على المكان اللي انا فيه هاي في ريحه ابو ظبي في ريحه الامارات مو المكان هالنمونه تزينه اصور حكامنا عرفوا ان في ريحه من ريحه الامارات في عبق الدوله في عبق البلاد في ريحه الطيبين في ريحه الناس الايواد تشوفوا المجالس الكبيره وهاللياوين بتعرفون انه هذا مكان له شان وله حنة ورنة شوفوا الموقع انت شوفوا الليوان شوفوا هالبلكون ها شوفوا الرخام شرق وغرب لكن اخلاف بنصور لكم الشيء العدل الشيء اللي يليق بمقام المتابعين وهذه الله يحفظكم الفور سيزن شقاقهم شقاق
الفور سيزن هذا المكان اللي يشوفونه. والجديد بنوافيكم في إخلاف، بنخبركم شو الموضوع، شو الخبر، شو العلوم، كلها خلاف، خلاف على الطوائل. إن شاء الله بنيي خصوصي بيكون الموضوع ذهب وتعدل وتصلق وتعدل وغدا فنان يلق بكبره وبني. بنصورك هذا اللي تشوفونه الحين، هالمنظر تدويني وايد وايد. الله يحفظكم على الفور سيزن، على حوض السباحة. هذا عسبة ستيلس هناك تدفع مبلغ وقدره، ما بارك انت اوريدي ها ما شاء الله عندك تبارك الرحمن، جلسة تبيع وتشتري، فما يحتاج ابويه لا تدي ابويه بيزات لا همك الله ولا هم يحزنون. اسمي راعي هالشقة بيتساعد يعيش سعيد في هالمكان الفنان. هاي عاد صالة اللي تو كنا فيها، بصالة ميلس، هذا مصلى. شو ما شاء الله سبحانك يا رب. طبيعي مكتب ترى ها، وهي غرفة الطعام بعد من غير. شو بقولكم؟ غرفة الطعام. لا ما نبي الإضاءة كاملة حينه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أوه. ينك عاد قوم حمدية وقوم فريدة وقوم قوم زنات وقوم فطنة. يشتغل جيب الملوخية وجيب ما ادري شو جيب الفطير ولا لا 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 ما كثرهن. نبدأ محمد ده، يلا توكل على الله. ايوا عاوز بقى نصور اندونيسيا، قصر من قصور بتاعت جاردن سيتي القديمه. ايوه هاي السفاره الاندونيسيه. هذا قصر، قصر من القصور القديم القديم. منو شافه هذا؟ ما حد شافه هذا بوي ترى، ما حد دراب. هذا يبين بس من فوق الأماكن اللي بيشوف، اللي بيشوف مصر. أصبر عليه خلي برطارف وابكم كم مايكم نحس. اللي بيشوف مصر كاملة فللها وقصورها الأولية هي هالمكان، وهذا فندقنا. هذا اللي يحصرون حجر في هالمكان يسمونهن سيتي فيو. هاي سيتي فيو، والويه من هناك هذاك وين نحن ساكنين، نايل فيو. هذا سيتي فيو وهذاك نايل فيو. شوف الحدايق، شوف القصور. يا سلام يا سلام، هاي قصور الأوليات. ترى القصور، القصور في كل الأماكن. القصر يعني عظم الفل وحجمها، مش مساحة الحوي. مساحة الحوي هذا مفهوم خاطئ. مساحة الحوي هذا حوي يا غير. مساحة القصر البنيان، البناء القائم هو يسمونه القصر. لا عصدقوا بكوسين دولي بقدوم ليه؟ عندي أنقلي ناقص كوسين. صور جميلة ونادرة. حياة الشيخ زايد، حياة الشيخ محمد بن خليفة الله يغفر له، حياة الشيخ مكتوم. يا الله يا رب تجمعهم. كم بطالع، كم بصور، كم بشوف. غير اليوم غير اليوم غير اليوم غير اليوم. هذا حين عاد هذا 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 العوب، هذا العوب، هذا العوب. الأحواض والدنيا وغرفة الحلاق وما أدري شو بعد فوق. وهذا يا حلاق اعمل لي غرة، يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شو مرة. لا لا شو لجنن ابن الجيران اللي عيونه ولا برة. هاي قنية سمير توفيق الأول، لا قنية طوب أظني. هاي سونا وشاور ما أدري شو، وجم وغرفة حلاق وما أدري شو وتمرين. شو بقولكم شو، وحمام صغير وني. شو شو أمور 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 أمور. أوعدكم بزيارة خاصة إن شاء الله لتغطية هذا المكان المميز اللي ما شيء شراته مكان في الدنيا العودة.
وعلمه وخبره. ها ولفت روحه. نحن في اي دور الحين؟ في اي دور؟ اي دور 20. نحن في الدور هذا ابوي لفت يظهرك سيده من باب بيتهم لين الارض سيده في الدور العشرين. سيده في الدور العشرين ما حد قربك روحك. ها قرب السماء. عندنا مكان صورنا وشفنا العلم والخبر وشقة صاحب صديج الله يحفظه من أجمل الشقق اللي في مصر، وإن شاء الله علومها وأخبارها كلها بتيكم قبل حينه. نتريى بس يخلصون الفينيشنج والتلميع مالها من تتلمع الشقة وتجهز هاي أبوك ما بشقة هذا قصر. هي نعم من يذهب نسوي له زيارة خاصة بنخبركم عادة شو الأخبار شو العلوم. يمكن في احتمال نسير مول مصر، المول هذا مال قوم الفطيم أظني صح حسين؟ إيه مول مال قوم الفطيم. وهذا أنا وهذا ها أسهل من المخيب مكبر حجم هذا. نتريى منو؟ نتريى واحد من ربع اسمه رامي. بنسير ويا مول العرب مول مصر ياسين الله يحفظه في اللوبي والروبي واللوبي ما شاء الله ينغش من الوادم ساير وياي، لكن ما روم أفر الكاميرا لا الشرق ولا غرب يعني زين الوضع. ورامي هذا تأخر علينا بعد مفروض يجي قبل نص ساعة، والمدى بعد من المكان اللي نحن فيه لين هناك هاي يسمى في التجمع السادس أو التجمع الرابع التجمع الخامس ترى بعد التجمع الخامس. إنزين حمني بنسري حق محسن الأمر ده أبوك الستبي شو الأخبار؟ تمام والله الحمد لله. عامل إيه؟ تمام والله الحمد لله. وين بنسير إحنا حينه؟ رايحين صلاة. وين؟ صلاة مش مو مصر الكذب يعني متى بتودر أنت؟ ليش الكذب هذا الحين؟ مش هبطل أنا كده ليه أنا مدمن كده. والله يبقى قال لي اللي بنسير شو اسمه؟ مو المصر. وليش قلت اتصالات؟ نسيت. سامحوني ابوي ثرى ابوي المول ما في التجمع الخامس. انا ابو غلط يوم قلت ثرى ابوي في شو اسمه في اكتوبر 6 اكتوبر وانا بالغلط ابوي قلت لكم مول مصر ومول العرب. ها اكتوبر فيها اثنين مول مصر ومول العرب. وهاي سي هاي اوبر اللي نحن طلبناه ما شاء الله تبارك الرحمن. محمد ما شاء الله يتهز الجدام. محمد صدياي يا سلام سلم. هذا انا وهذا محمد جدام. هذا رامي وهذاك محسن. هاي والله ها هلا 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 شايفه على على جسمي الله الخارج لقيت نفسي مقصر ليت البشره. يا ريس اسمك ايه يا كابتن؟ احمد. احمد منور يا حق احمد. المشوار قد ايه مسافه من فور سيزن لين مول العرب؟ مول شو اسمه؟ مول مصر. مول مصر هي المسافه حوالي 30 كيلو. 30 كيلو كده فاضل 20 كيلو باقي 20 دقيقه ها؟ فاضل 20 كيلو في 21 دقيقه. زين لان هو الطريق يعتبر فاضي. زين شو اخبار مصر الايام هذه؟ زحمه في ساير وياي؟ زي ما انت شايف انتوا قاعدين في اصعب حته في مصر اصلا. انتوا قاعدين فيها حق احمد ساكنين فين انتوا؟ انا في شارع فيصل. شارع فيصل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. في حد جيرانكم من الامارات ولا من الخليج؟ نعم. في حد جيرانكم من الخليج؟ لا لا احنا فضيحه شعبيه احنا اخرنا الفيوم منوفيه. يا راجل لا يقولون في في فيصل وايد ناس من خليقه سودانيين ويمنيين في فيصل. في فيصل معظم اللي جنبينا سوداني ويمني. والله ما احب الامارات ولا من الخليج. لا لا الامارات والخليج ما بيفضلوش المنطقه اصلا. لا الناس وايد يقولون شارعين في ساكنين في فيصل 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 اصلا شارع طويل يعني في 12 كيلو. ايوه بس هو منطقة شعبية يعني منطقة شعبية. تعرف محسن؟ يا فرنسا منين جاك؟ يا
يعرف مصر بالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لكم بالنسبة لسيرتي البارحة مولد السيدة زينب، أنا أبوي عيبني الموالد، تعيبني الموالد، تعيبني المواد، وتعيبني الزيارين، ويعيبني الطرب، وتعيبني الرزفة، وتعيبني الرزحة، وتعيبني كل شيء، والعيالة والمديمة والمكوارة، تعيبني الفنون الشعبية، ويعيبني المالد، ويعيبني وكل شيء يعيبني. شو المشكلة؟ ليش ساير؟ ما أدري شو الصوفيين والكوفيين واللي ما شو يخصني؟ أنا ساير طمشت خاطف سرت ال حضر هنكلم بعيد بشيركم أسير حتى لين مولد البدوي أسير يوم أسير اسكندرية ويصدف أسير عيبني أطمش أحب أشوف الأشياء الغريبة أشياء ما شاعدنا هنمو أسير أطمش أسير أنعش وياهم أنا ما يتني نعش ولا فنعش ما يسوع علي ما استنزلت. نعم وحضر المواد وحضر أبوي المواتم يوم يستوي الماتم حضر والله العين خطف علي وطر لولت عنا أظهر من المدرسة في مدرسة الكندي في الفسحة الناس إن الساعة هاي 45 دقيقة يلسون أبوي في المقصف يأكلون وأنا أسير أبوي لين الماتم ويلس أبوي في النصيفة حد يدوخ قدو حد يأكل وحد شربت ويصيحون وأنا في النصيفة لا ساعة أصيح وياهم بعد. نعم أكذب لا والله أجلس وأطالع وأجلس شو المشكلة أشارك أبوي الناس كلها في الأفراح والأحزان وما خلي بقعه ما تنعد وتذكر ما سي من يوم أنا ياهل أترتر الدنيا كلها والله يا أبوك ما يفوتني شيء ما خلي شيء في خاطري وأسير المواتم حتى لين البحرين أطمش وأجلس وياهم عندي ربع أبوي هالمواتم ألقط الدورة منهم رابي وياهم استويت ما زين يا أبوك بلي جلسة الماتم تاكل وتشرب وتطمش وتسولف وتلقط العرب كلها واللي يصيح واللي يضحك واللي يبكي واللي يلطم واللي يدح صدره واللي كلها العرب عايشة وأنا يلس وياهم شو المشكلة يعني وأمس سرت عندها حل الله حي وأنا في النصيفة ما نعشت ما يأتني ما خضتني الهبوب لو خضتني الهبوب والله يا أبوك لا نعش بلاني لكن ما ياني شيء تحريت شيء بيجيني استغفر الله العظيم سوالف ايه التحرون صدق لا هي سرت ما خليت بقعه لكن ما تسولني نفسي اني اسوي هالامور ما يخصني لكم دينكم ولي دين وهي معتقدات وقوانين واعراف هاي عند الناس كل مذهبه وانا عادي عيبني المكان اللي فيه قرقعه وقصاب قرقع 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 عيبني حد ما يعيب هالقرقعه واحب الطرب عند العرب بشيركم على جماعه سيرت عليهم شعبيتهم هاي خبر عن اسمها الاولي إيه اسم الشعبي إيه نعم الاسم الاولي إيه؟ شو اسمه كرتون شعبيه كرتون إيه والحين ابوي استوت الممزر الممزر الاول يسمونها إيه؟ شعبيه كرتون إيه؟ وحين الممزر وهاي الحرمه روحها بتعرف عن عمرها بتخبركم عن البنت وبنت البنت. سلام عليك. عليكم السلام ورحمه الله حيا الله ابو محمد بخير وسهال بخير الحمد لله رب العالمين مرحبا 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 بالبقى ابو محمد انا وين الحين بيت منو وعند منو هنا انا عند انت عند عاش بنت احمد في ديتك وبيتك هذا الثاني مرة بيتك يا مرحبا الله يرحبك عفا الله ويا مرحبا عدن ارض مشيت عليها من ابو ظبي من العاصمه لنديره التسليمين الله يسلمك ويطول عمرك بنت احمد الله يسلمك يا الغالي احمد بن دين اي بنت احمد بن عبيد بن دين نعم ما شاء الله اي قب بن دين حيال بن دين كم ساعه اشوفك يا مرحبا إلا من وصلنا يمكن ثلاث دقائق أول ما دخلنا بالباب الطرفاني ما دخلنا بالباب الرئيسي نفس أبوي التصميم ونفس الطريقة ونفس المالك نفس اللي مستوي في مول الإمارات مسوين أبوي في مول شو اسم المول مول مصر نفس اللي مسوين أبوي في دبي مستوي فيه كنت يا مصر يا هذا المول والجميل فنان وغاوي دق حساب الرزيف مول شرف مولاتنا ومن يفتح الواحد اليوتيوب يكتب خالد الخالدي بيلقط 370 فيديو واحد منهن هي تسيورتي هاك اليوم يوم أسير على بنت أحمد يوم أسير على بنت أحمد في الممزر
المقابلة كاملة للي تخبرون وين نلقط المقابلة. هب مقابلة زيارة زيارة يعني بتلقطونها، واللي يعني شوف سوالف عد قصيد عن المعاني عن السوالف عندك ودونك شي. كان الموضوع كان الموضوع جميل وتسيورتهم جميلة يعني، كنا مسيرين هاي التسيورة الغاوية وضحكنا وسولفنا وتفاولنا وعيدنا من الله خير. فالمكان جميل والزيارة كانت مميزة ووايدي تخبروني عنها، فموجودة على اليوتيوب. أنا حطيت لكم طريقة الدخول إلى اليوتيوب وموجود المقابلة على اليوتيوب، وحين نزلت لكم دقيقة على السناب نزل دقيقة و19 دقيقة موجودة على اليوتيوب. بابا شكرا. ها ماذا؟ ها هذا من دكتور ماها. من وين؟ هذا صديق ماما دكتور. ها تقريك مدام. وهذا كمان هرنين؟ انت. يا ها يا هلو شكرا. بابا. كتير شكرا. هاي بنا. بابا هاي بنا. بنا. بلا. شكرا. هاي عمي صلاح، هالفيديو حق عمي خالد، حق ابوي خالد. قولي ايش كيف حالكم؟ كيف مدام نوال؟ وين هذي متى جايين؟ بابا خالد جايين يقول تسأل اسأل هي معلوم يا قبري. ها شوف نويا، شوف نويا هناك. شو هذا سكويري عمي صلاح، شوف نويا هناك. صلاح طالب على حمد اخوي الهوى. صلاح سلام عليك بايك الحين بايك. تشوفون من برا في نص المول منطقة المطاعم والكافيهات هو وكل شيء يعني ما يختص الكافيهات الجلسات الخارجية كل موجود، شيء فوق وشيء تحت كل شيء يعتمد يعني الإنسان شو يبه، إنسان جاي يتعشى ولا جاي يتمشى ولا جاي يعني. ايه يا صلاح ايش حالك؟ انت بخير؟ تويد تويد موجود موجود وين؟ مين يا سلام بالله سلمت سلم حلوه سالم والله ما كان دكان نسير الدكان دكان ايه وناخذ نعال نعال ايه ناخذ جوادي جوادي وناخذ بنابلين خلاص انتهت القصة؟ ما اسمعك. انت بخير؟ كل شيء زين؟ ما اسمعك. لا برد على حمارة، لازم على طيارة. ما شاء الله ما تقصر يا صلاح، كريم من بونك. يلا شكرا صلاح. برجع ان شاء الله يوم الاحد ابو ظبي. شو؟ اول هي حبيبي ما ادري بسيل بحار ما بسيل الله وعلا. لا لا ابدل ما اسيل بحر؟ لا وين تباني اسير؟ اسبوع لا اسبوع لا ان شاء الله اسبوع بسيل البحر اسبوع بسيل دبي واسبوع بسيل العين. ان شاء الله العين اسبوع العين لا ان شاء الله ان شاء الله. يلا باي باي صلاح. نعال عمي صلاح شرى نعال حلوه جديده كسر حق من شريت له؟ أنا شرى نعال حق عمره. واشترى لي كنت بعد واشترى لي أنا بعد نعال. ايه كذا كذا
علي صلاح خالي صلاح هلا هلا بعد تخبط زين كنت تخبط زين 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 اوكي وابي اتصور انا وياه بطرش لك صوره تحطها على سناب شات تبغاني اسجلكم فيديو الحين احنا تدربنا نحوين الحين هذا المكان اسمه ميدان رمسيس نسبه لتمثال رمسيس اللي كان موجود في هذا المكان وهذا الجامع الطويل اسمه جامع الفتح وهاي بيعون بيمع جواتي والدنيا والدلع يا بوش هذا الشارع اسمه كلود بيه يظهر آخره على العتبة ما تسمعوا بها عتبة 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 والعتبة قزاز والسلم نيلو منيلو وين هذا بوي شارع آخره يظهرك على العتبة تعال إشابة شارع محمد علي في شبه من محمد علي شارع هذا بعد ها والباعة والدنيا دنيا 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 يا الشعاوي يا سلام سلم هاي ما ادري ايش هي شو يا سلام يا سلام يا سلام خذ عنا ايوه حد يشو حد يطبخ حد ياكل انت ما شاء الله عليك انت فنان انت الحين انت فنان ويقولون لي الحين انت اصبر 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 الحين انت مزارع اي نعم تمزح والله ما شاء الله عليك اصبر صبر خليني اطالع شوف يا ربي لو سنقحك ها قول والله الله لي راوي والديك راوني راوني قبل وبعد بنصور خلاف بصور ليه تبا الحين بس راوني قبل وبعد لحظه بعد هم مصورين الجماعه بعد نعم شوف شوف الراس لا اله الا الله براحه وزود براحه وزود ما شاء الله ملعب جول ايش رايك كشلي لو كشلي لا لا تشيل وحينه وحينه هذا قدامك شوف اللايف ما شاء الله عليك يا سلام خذ عنا خذ عنا خذ عنا اسمي متيملوا فيك هذا يوم اقول لك الزين دانق والعدال دانقين هو ما شاء الله عليه ما عليه قصيره خشم وعين وطول وبشره وكل ما فيه زي والحيات مجارين يا غيرك كله ها فلك كله الله يسلمك تنقص 75% من الشكل لكن يوم شعر ما شاء الله بين الشعره وشعره شعره قديه رقم واحد هذا مطلوب ما شاء الله عليك الله الله في ابوي الرجال لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار زيرتن وحده ليل بنهار هذه ما صار ما شر هذه ما صار يقول لك ام الدنيا ام الدنيا ما يرقد ما ترقد تبقى طول الليل ترضع وتحاضي العيال هاي مصر ما حد يرقد فيها ابوي ما شيء يرقاد ما شيء يرقاد ابدا ابدا رقاد ما حد يرقد ولا يهيعود وين ما تصير القهاوي والشياش والعراب والسير واليي واليوين والناس ابوي السائر والياي حركه حياه 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 وانا تعيبني ابوي هالبقع لي تشوفونها هاي البقع لي تعيبني انا اترتر انصاف الليالي والزغنبوت ايوه هذا اللي يا ابو محسن هالاصوات زهقت من الهدوء يقول نحن الحين في وسط البلد شارع طلعت حرب هالاتجاه سيدي ودي جده فندقنا سيده هاي سيلمه يسوون سيلمه مترو وهاي سيلمه ميامي ها شوفوهن هاي سيلمه ميامي شو اسمها محسن ميامي ايه ميامي 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 يغلب يغلب الله العظيم والله لو دروبكم يغلب حلقة كثير والله يا ابوهم لو دروبكم لو درابكم شو اسمه شيخ امريكا الرئيس الامريكي ترامب ترامب حبيبي والله لو درا لو درابكم سمين هاي ميامي اياك عارفين انا مسمي الدنيا كيف ما يمنع من اخذ كاس من عصير القصب هذا عاد شيء لا بده ولا عذر من هناك هذا اخي القصب ها
اتسعفروا لك يا حار بحار حار بحار. شكر ريج ترى اسمه بعد عصير قصب. ايه قلم شكر بالامارات يسمونه قلم شكر. بالخليج اظني خليج يسمونه قصب سكر. هذا اللي يسمونه مجمع التحرير وهذا ميدان التحرير. هذا ميدان التحرير وهاي الجامعة الأمريكية. شو بقولكم أمور وهذا الريتز كارلتون وهذا أبوي سمير أميس شو وهذا خشار عمر مكرم. أمور لم ينزل بها الله من سلطان. يور منك هذا وين سويت أبوي هاك الأيام الصدع والديانة اعتصام وما ادري شو وصدعه وديانه وعندك وشد لابوك وحط اخوك يا هي مشكله استوت هاك اليوم. الحمد لله اللي الله فكك المسلمين من هالصدع وهالديانه. نعم اسميها يبك استوت كم رشوهم بالماء وكم رشوهم ما ادري حديد شو عاده افوالتهم شهرين في هالاعتصام. كنتاكي ومبي ليل بنهار غدا وعشاء وتعالوا غدا وعشاء وتصير ورا وتي ورا تصير ورا وتي ورا غدا وعشاء الشهر 30 ليلة ريوق وغدا وعشاء ثلاث ويبات ومبي وكنتاكي وبيتزا ومبي وكنتاكي وبيتزا حق أمة لا إله إلا الله. سواقة يسوقون يي هاك اليوم سويور يور خيبة. هذا فندق سمير أميس ما شي فيه ولا غرفة خالية فينا وتوني جاي من هالشارع حين. وهذا فندق شبرد لحيد شبرد 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 من كم من سنة حين شي مستوي عليه مشكلة مضاربين الملاك ما تعرف شو مستوي. نحن سالي شي يجي ده فندقنا مستوي. هلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ عندنا سهرة تحت عزبت بص اللي تحت بعض. أنا أبوي ما أحب أسهر بارك الله فيك. الله يخلي هذا راح يسهر هذا هوي هوي سهر أبوي أسكه ما أحب أسهر يا رجال اذكر الله. نحن نرقد أبوي من المغرب. إي والله أقولكم هالرجال يخيروني أو يسلم علي مرة تحرى يقول لي بيصور وياي أو يعرفني ما دريت به. تعال هناك يا ولنا بنسهر شي سهرة كازينو تحت باخرة رقصة ما أدري شو قلت حشو علي سكنت يومك. لا في على الرقيص ولا في على الدبيج غرب الله الله بقصارة لا وعيون الدور ها غير بنكة غرب الله ته.